خميس أفندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الإلهي، وأول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فأنا قلت أبلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع إن النهارده مزاجي مش معدول. أنا كبرت لك يا باشا وجيت لغاية عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، إيه الكلام ده؟ بقى خميس أفندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقة بتاعتهم ويقلبها ظلمة عشان ابنه مد إيده على واحدة ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحدة دي يا باشا معدودة من حريمي ومن أهل بيتي، واللي يمسها يمس سني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. أمال اللي عمله ابن النوح ده اسمه إيه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيبي بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونة الصعيدي طلعت. اللي أقول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ أنا كده عملت بالأصول يا بيه. آه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، أقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. إيه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني إنك تيجي وتشرفني يا خميس. أنا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لأن كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي أنت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال إيه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي نيجي ما. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فرس يا خميس؟ فرس؟ آه. أنا لما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس. أنت عارف الفالس ده بيتحزموا له بإيه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الأول إنه براء النوح؟ براء النوح؟ ايه الدنيا كانت عاتمه برضه ما شفتيش؟ انا ما شفتش حاجه خالص. هتخبي عليها تاني؟ راح عليا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، ما بقيتش حمل مرمطتها تاني. كفايه يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ايه خايفه عليا؟ وافديك بروحي. تحبيني يا بت؟ وما حبيتش غيرك وحني كعوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مرات أفندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر إنه يلمسك. أفندينا يا حاجة خد المتر بدران تحت باطه وطلعوا على المقطم. بعدها حاجة حط عند رمانة في البيت. وما خدكوش معاه زي كل مرة ليه؟ أصل متر بدران كان مقاير حبتين. والزار يا حاجة والله أعلم، أفندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب آخره. هي البت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضل بجاش المري قطعه. هو بسلامته معاها دلوقتي. أه واخدها وخرج لوحديهم، بس بصراحة حاجة ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكاية رمانة دي إمتى؟ زي ما تكون عامله له عمل يا حجه. ولا اللي سحراله. معلش اللي له اول له اخر. ها اللي بيجرى لك يا شوق. صباح وقشت. يا شوق مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده
وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامة أهلي الأرض. من الظاهر إن أنا الحيطة الواطية اللي في البيت ده. لا إلا الله، ليه بس؟ حصل إيه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل إن أنا ما بقتش قادرة أتحمل أكتر من كده. خلاص الدمعة نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعانك؟ سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجة وحشة، حصل إن أنا كل كلمة بقولها حلوة في البيت ده بتتاخد على إنها كخة وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما أنا جاية لك يا راجل في الكلام أهو. بالراحة عليا. بالهداوة. هات يا جمال يا رب. إيه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جرب ومحدش بيهود ناحيتهم. عشان اغبيه دول، لو رجالتي انا كنت طخيتهم عيارين زي خير الحكومه. القفشه بتاعت افندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، دي جعانه وعينيها فارغه، يعني لو فتح بقهم هيبلع الكل. ما تهدى على نفسك شويه يا معلم، انت جاي تهددنا في ملعبنا ولا ايه؟ لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكايه جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت، ولم تعابينك اللي اترمت سنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. جري يا معلم براء، جري يا معلم نوح، دي مش اصول ولاد الكار برضو. انا كل حكايه خايف لعيال لسانهم يفلت كده ولا كده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحمه زفر وكلابنا قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءه، انت كده قفلتها ضمنا يا معلم نوح. ودي علامه النوح، عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح. معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحه، قشر دقنك. البت مقطعه روحها من العياط جوه يا حاجه، برضه مهما كان دي مراتي وكرامتها من كرامتي. خد يا ابو سن. ايه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر، خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضوي ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش تلاته مليم عايزة تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه؟ مش كفاية انها هجة من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس اللي سمعته الكلام ده دلوقتي يا حاجة؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه؟ لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازة دي يا دوبك نقضي بيها مصلحة وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجه. صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. احاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجه احاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش إن حواء هي اللي خرجت آدم من الجنة، وإن إبليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر الله العظيم. هات يا جمال يا رب. راجل خايب وقرة الرجالة، عايزة تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه. يا خايب خايب، ما يديها في دماغها
اديها بسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه ده؟ اقول له ايه ده؟ وانت مال اهلك انت؟ انت مالك اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي انا هنا مش لوحدي، معايا شله عفاريت تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه؟ خلاص يبقى بعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على اصول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبة هبة اما اوريكي الجيران على اصوله. تعالي لي ده انا مش طايقاكي. تعالي لي مش انت بتحبي كده؟ هو مش مالي عنك، هو مشغول شويه. مالي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك انا اصلا زهقت من الكلام معاه، مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع؟ فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها، كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا ههرب؟ مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر. وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمت الياك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبة، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي. وخلص الكلام. أمرك يا باشا. اعمل حسابك إن العملية الجاية حصتك كلها رايحة الخميس. يا باشا بس كده ده أقل عربون تدفعه على الوساخة اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين إيه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة أفندينا. مين؟ قابلتك ضاوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خد يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده،
وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ نور يا خال. يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملاوش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حتة ومخلياني أطاطل ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكة مصيبة وفي كل حتة كارثة وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، المصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحتي دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني أروح لحد أفندينا في بيته وأطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمه يا بنت الجزمه مش منبهه عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر؟ ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت بتقعدي فيها خمس ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورمي. صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقالها خمس ساعات سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوكي اسود، خمس ساعات؟ يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل انا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير. قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاسراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري. يا امك لقرف اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني. عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشان؟ طبعا يا حبيبتي لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيك يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفاية عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش مش فاهمة ان مفيش حاجة مش على مزاجي. حبيبة بابا. الله اهو كده حلوة قوي الكلام ده. حلو قوي. شكلك متضايق، متفتفت شوية كده لخد عندك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات. مبقاش فيه مزاج.
ما بقاش فيه مزاج. اي 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 لا لا ما كنت ماشي حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. وليه يا سوريا انت كنت فين يا بنت؟ ها؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجه كده يعني. ايوه فهمت فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبه، مع انك لسه ما قبضتيش ماهيه الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله، انت عمالك تسال اسئله غريبه كده وانا مش عارفه اجاوب. انت رايحه فين؟ يا بنت سوري. والله زعلانه منك يا معلم، اقصى عليك بقى. الله، ايه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله، بلا حلوه قوي. ايوه يا طيب، الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس، اوعي تكسر رقبتي. لا بعد الشر عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي بعد ما اشتريت اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟ ركبت المسرح واخر سلطان. تأمرني انا هنا عشان تأمرني. براء لحد دلوقتي. بقول لك ايه، انا جاي تعبان ومصدع، فكك مني، انا مش حامل حوالاتك دي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ده شكل واحد هياخد طرخه ولا حتى يبقى قد كلمته؟ يا ست انا مش قد كلمتي، انا مش قد كلمتي، بقولها لك اهو. روح اتكلمي مع اللي قد كلمته، يمكن يحس ويرجع للي في دماغه. وايه بقى اللي في دماغه؟ عايز تعرفي ايه اللي في دماغه؟ أقول لك يا مطرة إيه اللي في دماغه. عايز يروح لأفندينا، عايز يطاطي ويطلب من أفندينا السماح، وكل ده ليه؟ عشان الباشا عايز كده. ما أنا ياما قلت لك أبوك ما يهموش غير مركزه في السوق، ويدوس على أي حد عشان مصلحته. شوفي بقى، يدوس ما يدوسش،
كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه. انا مش طالب منكم غير حاجه واحده بس، تنسوني من دماغكم خالص. ادي اللي انت فالح فيه، تاخد لك كاسين تضرب لك حجرين زي بتوع الافلام، انما تكبر كده وتبقى راجل لا. ما تحترمي نفسك بقى يا حبيبي. قرف. يا ابني ليه يا خميس؟ ده ايه المزاج ده؟ لا 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 انت مكيف الدماغ 100 100، مش هي اللي حاططها على حجرك ورام الدنيا ورا ظهرك. قلت لك يا باشا زيح زيح من على قلبك وارمي وراك. الكيف مطرح ما يطلب لازم نلبي نلبي. انما ايه الخلطه دي؟ دي خلطه سحريه، هي مغيمه شويه بس حلوه. ايه يا عفريتي؟ دي يا باشا يعني بتبقى ايه؟ طافيه شعبي ومرعوب براتيش. وشوف واحنا داخلين كان في صفايح كده بربيع ياخدوا بقى الباقي يعني الصفايح. وكل يوم طبعا طعم حسب الناس رامي ايه. بس برافو عليك يا خميس، عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربت طبنجه. برافو يا مين؟ يبقى الدنيا واسعة أوي. ليه نضيعها بقى على نفسنا؟ هي واسعة أوي وبراحة. خدها مني واستلقيها. عيش يومك بطوله وعرضه، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتتعادش تاني. وأي حاجة في الدنيا ليها كمالة، إلا العمر ليه ساعة. خميس يا فندم. حلوة كمالة دي. قرب قرب فين؟ قرب بس احسن البنت اللي هناك نفسها تعرف بنقول ايه. قرب قرب. بمناسبة الكمالة بقى، ايوه الليلة دي محتاجة تطرى شوية. تطرى شوية. تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوع ده كده. فيا بيا يلا بينا ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب الماية. يا سدد بالليل. الباشا كبير. تعالى يا ابو ساميه تعالى سلمي على سعاده الباشا. ابو ساميه يا باشا يعني الكماله يعني الحلو كله تخصص زبيب. ازيك يا ابو ساميه؟ ازيك يا باشا نورتنا. اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. ازيكم شايلينه لما النهار يطلع. تيها باشا فيه. براحتك. اتشقلب. الله. ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قال لك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا بنجيب ولا بنودي؟ الكيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. بتسعى ولا مش بتسعى؟ ابن تسعى. يبقى يجي عند ابو ساميه. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعدين. يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجه في ابو ساميه دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبره بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجه ان الجواز والمزاج توم. توم؟ لازقين في بعض يعني، انت بتفهمش مصطلحات طبية ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجة. ولسه يا رومانسي يا رومانسي عبد الحليم لسه عايش والله. لا 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 يا باشا، هنا مفيش رحراحة، هنا في مطوحة. قوم يلا شوية تمارين يا ولد. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة ما جاني الغالي وده
بجد؟ انت لسه شفت حاجة؟ ده الليلة كلها شقلبة. أنا كده هزعل يا رمانة. اللون ده مش لون. والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراي. الله، ما انت قلتي هتسيبيهم. اي بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه. اصل بصراحه كده جوزي بيغير علي، محرج علي الشغل. جوزي؟ جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. ترى شفاعت يا رب المعلم النور وامان. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناسه ورجالته وعزوته. يعني مش بالساهل كده انه يطاطي الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجه، مش بضاعه وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعه وانت في السجن، والسيطره ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذه يا افندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعة يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، الحق وبنرد لاصحابه. زوز عمر افندينك، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه من السباحه. وجب افندينا. يلا يا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا رجاله. يلا رجاله.
حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك. يا بنتي طب تعالي اقابلك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد بالسلامه.